هنعمل بقى يا جماعه الاكله اللي بعدها على طول، وهي الفراخ البانيه بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومش هتاخد معانا اي وقت خالص. تمام، الفراخ البانيه بنقعد نعمل خلطه ونبشر بصل ونعمل حاجات كتير، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، لا بيض ولا اي حاجه. احنا معانا هنا الفراخ البانيه طبعا مغسوله ومتنظفه كويس جدا زي ما انتم شايفين، طبعا السمك بتاعها زي ما انتم عايزين، رفيع تخين ده بقى بيرجع لكم انتم. تمام، اول حاجه بنعملها انا باخد هنا ناخد معلقه معانا ونبدا نحط المكونات بتاعتنا. اول حاجه انا معايا هنا اللي هحطه عباره عن بس توم ومايونيز، مش هحط اي حاجه غير كده، مايونيز وتوم. حابين تحطوا بقى فلفل اسود وملح كمان هيكون جميل جدا. ناخد معلقه معانا ونبدا ننزل بالمكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. احنا هننزل بمعلقتين كبار من المايونيز، تمام زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا كمان ناخد معلقه من الثوم. الثوم طبعا دوت انا دقاه معاه فلفل اخضر ومعاه شويه بهارات، تمام ممكن تحطوه من غير فلفل اخضر بيديله ريحه حلوه قوي قوي، الفلفل جميل جدا معاه. نبدا نحط كمان شويه من الملح زي ما انتم شايفين كده، وناخد اتصال معانا عقبال ما نجهز الخلطه. اتفضلي ناديه. الو، حاولي الاتصال تاني يا ناديه كده. حطينا البهار. الو، مساء الخير يا ناديه. مساء النور، ازي حضرتك يا مدام شريده؟ حبيبتي اتفضلي اتفضلي، نورتيني. إيه؟ والله بخير الحمد لله يا حبيبه قلبي. انت منوره مصر والله. حبيبتي تسلمي لي تسلمي لي يا رب تسلمي لي حبيبه قلبي. انا فرحانه قوي والله ان انا شفت حضرتك، مش على قناه القصه والجمال بس، الصحه والجمال في مصر كلها، والله نورتي مصر كلها. حبيبه قلبي يا ناديه بجد متشكره جدا ليكي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. شيف كريم يقلب لنا دي. حبيبه قلبي يا ناديه تسلمي لي يا رب. البسبوسه الدايبه. البسبوسه روعه روعه. حبيبتي حبيبتي يا ناديه، عينيا الاثنين هعمل لكم احلى بسبوسه. حبيبتي كل وصفاتك ما شاء الله عليها، انا متابعه حضرتك على قناه اليوتيوب ما شاء الله. تسلمي لي تسلمي لي حبيبه قلبي، مش عارفه اقول لك ايه والله، هعمل لك كل اللي انت عايزاه في القناه هنا. تسلمي لي، شكرا لاتصالك يا ناديه. نبدا الشيف كريم بيقلب معانا الفراخ البانيه. تمام، احنا معانا هنا بعد ما بنحطها في الخلطه اللي قلت لكم عليها، معانا طبعا اهم حاجه في البانيه بتكون عباره عن البقسماط زي ما انتم شايفين. تمام، بقسماط ده خطوه مهمه جدا، ما بنحطش قبلها ولا بعدها، اهم حاجه نضغطها كويس في البقسماط بتاعنا من غير بيض ومن غير اي حاجه خالص. تمام، بنكون طبعا مجهزين الزيت على النار، نقلب احنا ديت، والشيف كريم يجهز لنا الطاسه بتاعتنا عشان نبدا نحط الزيت يسخن معانا على النار. تمام، نبدا نقلبها كويس. طبعا حطوا كميه المايونيز والثوم والبهارات بتاعتكم من غير بصل من غير اي حاجه، هتبقى حلوه جدا. كميه المايونيز بتكون على قد كميه الفراخ. نبدا ناخد بقى الطاسه بتاعتنا يا شيف كريم، ومعانا هنا كل المكونات اللي هنستخدمها تاني بعد كده، مش اكتر من الزيت على النار والبقسماط زي ما قلت لكم. الخطوه اللي بعدها على طول بنبدا ناخد الفراخ بتاعتنا ونحطها في البقسماط ونضغطها كويس زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده بنغلفها كلها بالبقسماط. طبعا هنا النار معانا ولعه وعاليه، ونبدا ناخد الطاسه الزيت. الزيت يا شيف كريم، نبدا ننزل بالزيت بتاعنا. الشيف كريم يفضي لي الزيت هنا، اتفضل حط لنا الزيت يسخن. بنبدا يا جماعه نضغط زي ما قلت لكم الفراخ في الخلطه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نجهزها. تمام، جميل جدا. يا جماعة البانيه لو جربتوه بالطريقة دي بجد هتحبوه جدا، سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. احنا كل حاجة معاكم لايف على الهوا زي ما انتم شايفين، ما خدتش دقايق، يعني ما نقعدش نكسل بقى ونقول هنطبخ ايه النهاردة هنعمل ايه النهاردة، الموضوع ما بياخدش دقايق معانا اهو زي ما انتم شايفين. عملنا صينية المكرونة وبنعمل اهو معاكم الفراخ البانيه، ومعانا اتصال محمد، نقول الو.
الو، السلام عليكم. منوره الدنيا يا مدام فريده. عليكم السلام استاذ محمد، نورتني. منوره الدنيا، انا من متابعين حضرتك والله، وكل اكلك وحركاتك وتكاتك جميله يا مدام فريده والله. استاذ محمد تسلم لي، تسلم لي. اكيد اكيد، وبالتوفيق ان شاء الله، من تقدم لتقدم. تسلم لي يا استاذ محمد، تابع معانا الحلقه وتابع معانا الصحه والجمال، هننزل لكم عليها اكلات كتير جدا ان شاء الله. متشكره لاتصالك يا فندم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا كده بنجهز الفراخ البانيه، نحطها في الزيت بس، لا هتلاقوا بقى بيض ولا اي حاجه تضايقكم في الاكل.